سابونا. خلينا نتكلم كمان عن طبيعه الزهور، يعني كان في زهور على القباب وعلى الصلبان الموجود على القباب وكمان على حجاب الهيكل. ايوه تمام تمام، يعني ده لاول مره يبقى في زهور داخل الكنيسه وخارج الكنيسه وعلى الايقونه كمان. كان الزهور فعلا بخارج الكنيسه على المنارات وله اشكال وطبيعه خاصه. المنارات بتظهر بمنور جسد العذراء بالكامل مكتمله نور جميل جدا، وبرده داخل الكنيسه داخل حمل الايقونات. يعني كان في ايام كتير جدا يمكن اثناء القداسات ولا كان بيبقى مش وقت الصلاه في وقت القداس ممكن مساء. كان في اسبوع من الاسابيع كان اسبوع الالام، ما ننساش يوم الاثنين البصخه كان النور داخل تظهر جوه وداخل الكنيسه خارج الكنيسه وداخلها، فكانت فرحه للناس كتيره جميله جدا. هو اكيد احنا عندنا يقين طول القداس ان احنا المسيح موجود معانا، القديسين اللي طول الوقت بنذكرهم في المجمع بيبقوا موجودين، عندنا يقين بده، لكن فكره انك تشوف في عينك يا قدس ابونا ظهور ما وتتعاطى معاه وتصلي اثناء محس ان العذراء موجوده بنفسها معاك في الصلاه، اكيد احساس مختلف. فعلا الحاجات اللي ممكن نقراها في التاريخ من ظهورات او ايقونه تعمل معجزه ده شفناه بنفسنا. احساس قدسك كان ايه يا قدس ابونا؟ اكيد كان في مشاعر كبيره وفرحه كبيره، لان دي كانت من امنيات الواحد ان هو امنا العذراء تبارك المكان. وفعلا المعاد والمكان رتبته السماء تختار هذا المكان المتواضع زي ما بنقول في الترنيمه، ان كان في كنيسه صغيره ناسها مش كتيره لكنها حلوه في عيون السمائيين. فعلا اختارتها السماء، فدي الواحد بنتعلم من هذا الزهور تعليم كتيره جدا.